وصلنا زينب لمحطتنا الأخيرة وهي المساحة القانونية. مساحتنا القانونية لليوم نرمين رح نناقش فيها أنواع السرقة، إمتى ممكن تكون جنحة وإمتى ممكن تكون جناية، الأحكام المتعلقة بأنواع السرقات إضافة لعمليات النصب والاحتيال رح نسأل ونمر عليها مرور الكرام. كمان بالحلقات القادمة رح نتعرف عليها بشكل أكبر وأوسع مع المحامي أحمد الدعبول ليحكي لنا عن تفاصيل. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباحكم الخير. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك أستاذ وأهلا وسهلا فيك. بالبداية خلينا نعرف المشاهدين كيف فرق القانون بين الجنحة وبين الجناية. هلا مبدئيا اذا نحكي بموضوع السرقه، نحن بتفرق بالقانون عندنا بفرق ما بين السرقه العاديه والسرقه الموصوفه اللي هي تعتبر الجنحه، والسرقه الموصوفه اللي هي تعتبر جنايه. السرقه عمليا هي اذا بنعرفها نحن بشكل موجز من غير دخول بالتفاصيل، هي اخذ مال الغير دون رضاه، وهي إلى عدة شروط معينة. يعني احنا بنعرفها كمحامين كقانونيين، السرقه اي حدا بيقول لي السرقه بقول له اين وكيف ومتى، وين تمت السرقة؟ كيف تمت السرقة؟ متى تمت السرقة؟ هل ثلاث أسئلة هدول أنا بخلوني أعرف هي الفعل السرقة هذا هل هو جنحة أم هو جناية؟ فالسرقة بشكل عام هي جنحة إلا إذا توافر فيها عدة شروط معينة تقلب إلى سرقة موصوفة وبالتالي هي جناية. وذلك على سبيل المثال مثلا نحن ساعة بيتم السرقة ليلاً، ساعة بتتم السرقة باستخدام الخلع والكسر، لما بتتم السرقة بالإكراه باستخدام سلاح، أو إذا كان هناك عدة أشخاص ساهموا بالسرقة. لأنه بالمنحة هذا السرقة هي عم بتدل على خطورة إجرامية، يعني ممكن شخص ماشي بالطريق شاف قدامه سيارة مفتوحة أخذ منها شيء، ما في عنده هلا هو بناية فعل جرمي مجرم قانونا يعاقب عليه القانون، لكن الخطورة الإجرامية عنده غير لما بيكون في تخطيط مسبق، هو عصابة على نط على فيلا، واحد بيراقب واحد بأخذين مسدس، ممكن نحن مجرد وجود سلاح ليش القانون شدد جريمة السرقة باستخدام السلاح، لأنه بجوز كان في شخص يؤدي القتل، ممكن يؤدي إلى الإيذاء. لهالسبب هذا حط القانون عدة شروط معينة في حال توافرها يعد السرقة موصوفة وتقلب من جنحة إلى جناية. نعم، يعني أستاذ أحمد عم نحكي عن الجنحة وعن الجناية، قلنا في شروط معينة حتى يتم توصيف أول شيء نوع الجريمة خلينا تمام. نقول بعدها خلينا نعرف كيف بيعاقب القانون على الجنحة وعلى الجناية. الجنحة بالمنحة القانوني المبدأ العام هي عقوبتها من 10 أيام إلى 3 سنوات، الجناية من 3 سنوات إلى أقصى العقوبات الموجودة قانونا، تختلف حتى يعني ليست قاعدة عامة، يوجد استثناءات. ممكن أحيانا مثلا نحن ما حكيت قبل شوي حضرتك عقوبة النصب والاحتيال، جريمة نصب والاحتيال هي جنحة لكن ممكن توصل عقوبتها ل5 سنوات، في نصوص مستثنات المشرع هون شدد فيها بسبب الخطورة له وضررها بالمجتمع ككل، مثل النصب والاحتيال كثير تفرط فيها المشرع السوري للحد منها ولتأثيرها على المجتمع بشكل عام وإضعاف الثقة والأمن والأمان ضمن البلد. لهالسبب هذا هون شدد ببعض الأحيان، خفف بعض الأحيان، حط شرط كثير مهم بكثير من الجرائم هي المتعلقة بالشخص الواقع على المال اللي هي رد الضرر، رفع الضرر. يعني شخص تضرر مثلا جريمة نصب واحتيال تفضلتي حضرتك، هون القانون مثلا حط اسباب مشدده عليه مثلا هي العقوبه المحسن احكام ماده 141 من 3 سنوات ل5 سنوات، وهذا تعديل جديد صار بالعام 2011 مرسوم رقم 1. بس فقط في حال اذا كان ضرر المجتمع او لعده افراد، الشغله الفرديه احيانا عم لاقي في كثير عمليات نصب واحتيال عم تمر مرور الكرام، ما في ادله، ما في مرور كرام، ما في مرور كرام. لا انا عم بحكي لهم بشكل عام كثير، مثلا جريمه السند الاماني تحتاج إلى إسقاط حق شخصي. شو هو الإسقاط حق شخصي؟ بصير اتفاقية ما بين الجاني والمجني عليه برد المبلغ. النصب والاحتيال لما عم بصير نحن في عنا عم بيتم إعادة المبالغ اللي تم فيها النصب أو سندات أو مال غير مقول أي شكل، لما بصير في تسوية ما بين الجاني والمجني عليه تم رفع الضرر عن المجني عليه، هون المشرع السوري ما ألغى العقوبة، ما ألغى كل شيء، لكن قال أنت بإمكانك تستفاد من الأسباب المخففة التقديرية، بإمكانك تساوي وقف حكم نافذ، بإمكانك تساوي وقف تنفيذ الحكم، لأنه هي الأمور كلياتها هي بيستفاد منها المجني عليه، لكن إذا ما كان في إسقاط حق شخصي، ما كان في تسوية ما بين الجاني، ما بيستفاد منها أبدا. دكتور استاذه خلينا نحكي عن موضوع التوقيت بالسرقه، كنا عم نحكي عن سرقه الموبايلات اللي صارت السرقه الصبح ولا مساء، خلينا نحكي شو بيفرق التوقيت اليوم بتوصيف هي جنحه ام جنايه. هلا مثل ما شرحت لك، هلا قلت لك اذا كان في واحد ماشي مثلا بالطريق شاف جوال، شاف مثلا واحد من شنتاي مبين جواله بجيبته الخلفيه، ممكن احيانا كثير عالم بتحط جوالات اخذوا عمليه نشل، عم نحكي نشل صار هون سرقه عاديه تمام. لكن لما عم بكون لما سالتك انا هي ليلا مثلا من البيت
صار في كسر، ممكن واحد يكون ممكن يمسك حدا ثاني بالقوه يحط مثلا سكين على رقبته، هذا بدي اخذ جوال، يسرق الجوال بالنهايه. لكن هالسرقه هي اذا توفرت فيها الظروف اللي حكيت عنها بالبدايه الفقره هي تتحول لجنايه سرقه موصوفه في حال ترافق مثلا بسلاح. ممكن لو اذا انا بدي ابدي مثلا ممانعه فيه يؤدي الى اذى، ممكن يؤدي الى قتلي، ممكن يؤدي الى ضرر جسيم، عجز دائم لهالسبب. هذا هون اذا توفرت احد الشروط اللي شرحناها ببدايه تتحول من سرقة عادية إلى سرقة موصوفة ومن جنحة إلى جناية. نعم، يعني خبرنا هلأ نحن كتير عم نسمع حوادث، عم نشوف كتير من الحوادث أغلبها نشل سرقة. اليوم هل يؤخذ بعين الاعتبار بعض الأسباب الاجتماعية اللي أدت لهذا الفعل، يعني مثل الفقر، الحالة الاقتصادية، أو لا توصف الجريمة مثل ما قلنا بشروط معينة ضمن القانون؟ وأكثر الحوادث اللي عم بتصير اللي عم توصل لعندك شو هي؟ هلأ الإجابة على الشق الأول من السؤال، طبعا إلى حد ما ممكن يتم المراعاة لكن بموجب أحكام القانون. دون محاباة، دون أي شيء. في أسباب مخففة تقديرية بيتم منحها القاضي، في أسباب شفقة ورحمة بيتم منحها من القاضي أو من هيئة المحكمة إذا كان جنايات أو إذا كان محكمة قاضي واحد، بيتم منحها حسب الظروف المعينة وحسب النصوص اللي أوجب القانون لمنحها، وأحيانا يتم حجبها مثل ما شرحت قبل شوي إذا طبعًا لم يتم رفع الضرر. شو السؤال الثاني بالله؟ السؤال الثاني إنه شو أكثر الجرائم أو الحوادث اللي عم تورد لعندك مؤخرا؟ يعني عم نسمع كثير على مواقع التواصل منها صحيحة ومنها غير صحيح، فخبرنا شو أكثر الحوادث حتى بس ناس تعرف يعني. صحيح شو صحيح. هلأ للأسف يعني الوضع الاقتصادي، غلاء المعيشة، الغلاء الفاحش والباهظ بهالأيام هاي فعلا عم بيقلوا دور كبير بزيادة الأفعال المجرمة قانونا، وخاصة من الناحية المادية كالسرقات، النشل. يعني لما يجوز أي حدا بيقول لك أنا بنشل جوال، أقل جوال حق مليون ليرة، حق 800 ألف ليرة، يعني براتب سنة بالنسبة لي. هذا بيسموه ما خف وزنه وعلى ثمنه. صحيح صحيح لهالسبب. لكن احنا حاليا بالفترة هي فعلا السرقات منتشرة بشكل كبير جدا جدا للأسف، مبالغ الأسد من المجتمع السوري المعروف بعراقته، المعروف بنزاهته بأمانته، كثير منتشرة. إضافة إلى عم بيعتبر هو خارج عن موضوعنا شوي، هي الجرائم الإلكترونية. صحيح. اللي هي تتفرع عن، يعني مو بس هي شتائم او تشهير او لا، هي تتفرع عن ناحيه ابتزاز، محاوله استجرار اموال بطريقه غير مشروعه، اللي هي بتندرج تحت عنوان النصب والاحتيال عبر الشبكه. نعم. كثير احيانا ممكن يكون، يعني ما بدي انا اعمم ذكور او اناث، بيكون احيانا الطرفين عم يبتزوا شخص اخر. صحيح. لتطبيق صور اباحيه لاي قصه كانت. صفحة كتير. تماما. او عم يعودوا بمشروع، رح اقول لك انا بحاجه الى مبلغ مالي، عم فاتح مشروع، هي اساليب النصب والاحتيال هذه يعني من قبل المجرمين، كثير منتشره بالاونه الاخيره. ما بدي انا اقول اعطي مبرر بسبب الغلاء او الظرف الاقتصادي، لا يوجد مبرر للاخلاق، الاخلاق لغه عدم باي شكل من الاشكال، والاخلاق لا تتجزا. صح. حيث المبدا ما هو مبرر، لكن للاسف منتشره بشكل كبير عندنا نحن، والعالم عم تتزرع انه اخي انا بدي طعمي اولادي، انا بدي كذا. بالنهايه في كثير عالم انا بصادفهم عم يشتغلوا احيانا دوام واثنين وثلاثه ليحصلوا على اللقمه الحلال. استاذ خلينا نحكي معناتها عن ضرورة تشديد العقوبة، كونه احنا عم نحكي احيانا في افعال عم تكون شوي بتشتد بفترة معينة. اليوم برأيك في ضرورة لتشديد العقوبة اكثر ولا اجراءات ثانية لازم تتخذ؟ هلا انا برأيي لا، مو الحل مو بتشديد العقوبة، الحل بالدرجة الاولى بتأمين فعلا مستوى معيشة شبيه بالاحتياجات اليومية، كفيل بتأمين الاحتياجات اليومية، هي بالدرجة الاولى. طبعا هي تتعلق بمسيره حكومه ودوله وقياده عامه واجراءات كامله كبيره. يعني تجديد العقوبه ممكن يكون لها دور الى حد ما، مثل ما مثلا القانون التعامل بغير العمله السوريه شددوا العقوبات، منعوا فيها اخلاء السبيل كذا، لها دور شوي. لكن انا من وجهه نظري، هون بحكي وجهه نظر شخصيه، اللي عم يفكون بهالفعل هذا هو ما رح يردع من تجديد العقوبه، رح يتخذ اجراءات اكثر حذر. يعني الشخص اللي أنا مجرم، إذا شددت العقوبة، عقوبة السرقة سواء من 3 سنوات لحد الأدنى 10 سنوات، أنا متأكد الشخص المجرم ميزاته اللي ما عنده رادع ديني وإنساني وأخلاقي ما رح يردع، رح يتخذ إجراءات أكثر حذر، بده يحاول يعني يزبطها تمام للسرعة لحتى ما ينكشف. لكن أنا برأيي مثل ما حكيت أول شيء، تأمين سبل العيش، ممكن احيانا تجديد العقوبه تؤدي، لكن ما انا هي الدور الاساسي. يعني احنا مثلا بجريمه نصب والاحتيال هي كانت العقوبه من 3 شهور لسنتين فقط. بالماده 17 مرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2011 سووها من 3 سنوات لـ5 سنوات.
الغرامه صارت من 10,000 الى 50,000 ليره سوريه. لكن للاسف بهالاونه الاخيره رغم تجديد العقوبه ورغم انه 3 سنوات لخمس سنوات منتشره الى حد كبير جدا جدا جدا. يعني بشكل لا يوصف، يعني امبارح قلنا بشكل شبه يومي عم يجينا عالم نحن انه استاذ انا دافع كذا ما عم. والسبب الاساسي هو انه ما عم يلجأ، او خلينا نسمي الجهاله في القانون، ما عم يلجأ لوسائل قانونيه لضمان حقهم. نعم، انت لما بتلجأ لوسيله قانونيه حكينا كثير احيانا احنا بحلقات سابقه انه انت اللي ما بدك تعطي حدا مصاري لا تنغر بمظهر ولا تنغر بربح كبير، خذ ربح صغير بوسائل قانونيه نظاميه تضمن حقك بشكل دائم. نعم. كان دائما مثل ما قلنا في ثغرات معينه، ان كان حتى يعني المجني عليه خلينا نقول في ثغرات ما بيتذكرها او تفاصيل ممكن تفيد معينه طبعاً. وايضا بالجريمه ما يعني بيقولوا في جريمه كامله، صحيح دائما في ادله وتفاصيل. فخبرنا هلا طبعا بعد الحلقات القادمه رح تخبرنا عن تفاصيل النصب والاحتيال، رح نحكي عنها بالتفصيل شو انواعها. ونحن اليوم نتشكرك على كافة المعلومات اللي أعطيتنا إياها، وإن شاء الله ما حدا بصير عليه شيء. آمين إن شاء الله يا رب. شكرا كثير لك أستاذ ولكل المعلومات يلي قدمتها.